السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بألف ألف خير وبصحة جيدة. إذن على بركة الله، لدينا درس جديد في مكون الرياضيات تحت عنوان الجمع والطرح والضرب رقم 2، صفحة 108. أهداف هذا الدرس تعرف العملية الواجب إجراؤها في وضعية مسألة معينة، مجموع، فرق، جداء، تقدير وحساب جداءات عددية تربط بين الجمع والضرب. إذا كما تتذكرون سبق لنا ورأينا مثل هذا الدرس أو الجزء الأول لهذا الدرس، الجمع والطرح والضرب رقم 1. إذا لدينا التمرين الأول، أكتب عدد قلادات هاجر. أولا سنقرأ المسألة. عند عمر 9 قلادات، تزيد قلادات هاجر عن قلادات عمر بثلاث قلادات. إذن أولا يجب أن نعرف عدد قلادات عمر. ثانيا يجب أن أعلم بكم يزيد عدد قلادات هاجر، لكننا لا نعرف عدد قلادات هاجر. إذن يجب أن نفكر جيدا في العملية التي سنقوم بإجرائها. إذن فالعملية جد سهلة وبسيطة، بما أن عمر لديه 9 قلادات وتزيد قلادات هاجر عن قلادات عمر بثلاث قلادات، قمنا بتمثيلها هنا بهذا الشريط العددي. إذن قلادات عمر تزيد قلادات هاجر عن قلادات عمر بثلاث قلادات أخرى، إذن سنقوم بعملية الجمع. إذن 9 زائد 3، الخارج هو الذي يساوي قلادات هاجر. إذا جيد، إذا 9 قلادات التي يتوفر عليها عمر زائد 3 قلادات التي تزيد عن قلادات عمر، المجموع هو 12. إذا عدد قلادات هاجر هو 12. إذا ستنجزون أيضا التمرين 2 و3 ثم الصفحة 109. إذا بالنسبة للتمرين 2، أكتب عدد دراهم عمر. أولا يجب أن تقرأوا المسألة قراءة جيدة. إذا دائما نقول فهم السؤال نصف الجواب. إذا عند هاجر 15 درهما، ينقص عدد دراهم عمر عن ما تملكه هاجر بخمس دراهم. إذا هاجر لديها 15 درهما، وعدد دراهم عمر تنقص عن دراهم هاجر بخمس دراهم. إذا سنفكر في العملية التي سننجزها لكي نحصل على عدد دراهم عمر. الآن سنمر إلى المسألة الثالثة، أحسب بكم تنقص قلادات هاجر عن قلادات عمر. إذا عند عمر 8 قلادات وعند هاجر 5 قلادات. إذا بما أن عمر لديه 8 قلادات وهاجر لديها 5 قلادات، إذا بكم تنقص عدد قلادات هاجر؟ إذا سنفكر في العملية التي سنقوم بإجرائها لكي نحصل على جواب هذا السؤال، ينقص عدد قلادات هاجر ب، ونجيب.